النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في المملكة العربية السعودية. نقدم لكم النشرة الجوية الرئيسية التي نستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة على المملكة خلال 24 ساعة القادمة بحول الله. لا بأس أن نذكركم بالاشتراك على قناتنا على اليوتيوب وأيضا تفعيل زر الجرس حتى تصلكم آخر التنبيهات الجوية. نبدأ نشرتنا باستعراض المحاور الرئيسية التي سنتحدث فيها خلال نشرتنا الحالية. سنبدأ نشرتنا بصور الأقمار الصناعية، ثم سنتطرق إلى درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، ثم نختمها بخرائط لسرعة الرياح في عموم مناطق المملكة، وسنركز على منطقة الخليج العربي خلال الأيام القادمة بحول الله. بالنسبة لصور الأقمار الصناعية، يلاحظ خلو سماء المملكة من الغيوم باستثناء بعض الغيوم العالية التي انتشرت هنا في جنوب المنطقة، في جنوب المملكة العربية السعودية، هي عبارة عن غيوم عالية بدون فعالية. كانت الأجواء مشمسة في عموم مناطق المملكة، طقس مستقر بسبب سيطرة لمرتفع جوي في عموم منطقة الجزيرة العربية. بالنسبة لخرائط درجات الحرارة، يلاحظ أن درجات الحرارة خلال ساعات نهار اليوم الثلاثاء ستكون حول إلى أقل من معدلاتها بقليل في المنطقة الشمالية، منطقة حفر الباطن الشرقية، في حين تكون حول إلى أعلى بقليل من معدلاتها في المنطقة الوسطى، أيضا بالمنطقة الغربية، وأيضا المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية. لكن اعتبارا من يوم الأربعاء هناك ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام في عموم مناطق المملكة. تسجل عاصمة الرياض حوالي 25 درجة مئوية. بالنسبة ليوم الخميس هناك مزيد من الارتفاع على درجات الحرارة بالتزامن مع استمرار الطقس المشمس في عموم منطقة المملكة العربية السعودية. يوم الجمعة هناك ارتفاع إضافي على درجات الحرارة، لكن يتم مراقبة تشكل منخفض جوي هنا في منطقة بلاد الشام، سيترافق مع كتلة هوائية باردة، وبالتالي ستنخفض درجات الحرارة في المنطقة الشمالية خاصة منطقة تبوك خلال يوم الجمعة، بالتزامن مع مزيد من الارتفاع على درجات الحرارة في عموم مناطق المملكة خاصة في المنطقة الوسطى والجنوبية من المملكة العربية السعودية يوم الجمعة. بالنسبة لخرائط الرياح ومع تمركز هذا المنخفض الجوي الذي يتوقع أن يتمركز خلال يوم الجمعة بحول الله في منطقة بلاد الشام، سيعمل على النشاط في سرعة الرياح الجنوبية الغربية إلى الغربية خلال ساعات ظهر وعصر يوم الجمعة، ستتحول إلى شمالية غربية مع ساعات مساء يوم الجمعة، ستعمل على إثارة الأتربة والغبار في عموم منطقة شمال الجزيرة العربية، ستشمل كل من منطقة تبوك، أيضا منطقة الجوف، الحدود الشمالية، حفر الباطن، تشمل أجزاء من العراق والكويت، تنتقل لاحقا اتجاه المنطقة الشرقية بحول الله خلال يوم السبت. بالنسبة كملخص لما تحدثنا عنه في نشرتنا الحالية، كما ذكرنا هناك ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، أيضا طقس مستقر حتى نهاية الأسبوع، أيضا منخفض جوي متوقع أن يؤثر على منطقة بلاد الشام اعتبارا من يوم الجمعة، سيؤثر على شمال المملكة برياح نشطة وأيضا غبار متوقع خلال الأيام القادمة. سنوافيكم بآخر التحديثات حول هذا المنخفض الجوي في نشرتنا اللاحقة. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن. إلى اللقاء.